أمس مهرجان دبي للتسوق ويستمر حتى 2 فبراير المقبل على مدار 5 أسابيع كاملة، حافلة بالمفاجآت والتخفيضات والعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية والجوائز القيمة. أيضا المتسوقون يستمتعون بأكبر التخفيضات التي ستصل إلى 90% على العديد من المنتجات والسلع التي يقدمها أكثر من 3500 متجر في مختلف أنحاء دبي. لمزيد بقى من التفاصيل طبعا والمتابعة معنا مباشرة من هناك من دبي طبعا عبد الله الزعبي. صباح الخير يا عبد الله ويعطيك العافية، ويعني في سيرتك أنا وعمر من قبل ما نبدأ عمالين بنحسد فيك، يعني أن أنت هناك وهتستمتع بكل هذه العروض والفعاليات الترويجية. ضعنا في تفاصيل المشهد طبعا لديك من إرهاصات بداية هذا المهرجان. بالتأكيد صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. أكيد فاتكم كثير من مهرجان دبي للتسوق للتبضع. يعني دبي بالفعل تشهد العديد من الفعاليات الجاذبة سواء للسياح أو حتى المتسوقين من مقيمين وأيضا من خارج دولة الإمارات. مثل هذه الفعالية أو مهرجان دبي للتسوق ليس يعني ما كان أو أصبح ليس فقط وجهة للمتسوقين، بل أصبح حدث سياحي يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم. هناك العديد من الفعاليات، هناك العديد من العروض، وهناك أيضا الكثير من التخفيضات التي يشهدها أو تشهدها الخمسة أسابيع المقبلة في دبي تصل إلى 90% كما ذكرتم. هناك ساعات معينة تصل فيها التخفيضات إلى 90% في أكثر من 3000 متجر ومركز تجاري. للحديث أكثر وللحديث عن الفعاليات والعروض التي يشملها هذا المهرجان سنستضيف معنا السيدة نسرين بستاني مديرة التسويق في مركز ميركاتو للتسوق لتحدثينا. سيدة نسرين أول شيء صباح الخير. صباح الخير. نتحدث عن الفعاليات والعروض التي تقدمونها من خلال هذا المهرجان. طبعا انطلق مهرجان دبي للتسوق امبارحة بتاريخ 26 ديسمبر، وميركاتو كمركز تسوق هو أحد الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق. طبعا رح يقوم المركز بتقديم العروض المميزة، الفعاليات، الخصومات والجوائز القيمة بنفس الوقت. رح نبلش بلش امبارح المهرجان، وطبعا شفنا نتائج إيجابية. لاحظنا إقبال كتير كبير من السياح من السعودية، من البحرين، من عمان. طبعا اللي عم يجذب المتسوقين هلأ هي عروض تسوق واربح. ميركاتو عم بيقدم خلال المهرجان عرض تسوق واربح. كل متسوق بيتسوق بميركاتو وتاون سنتر جميرة بمبلغ 200 درهم رح يحظى بفرصة دخول السحب ليربح جائزة كبرى، هي عبارة عن سيارة ليكزس يو اكس بلاتينوم، بالإضافة إلى ميك اوفر لغرفة أو غرفة نوم أو غرفة أو صالون مقدمة من أورا للمفروشات. وبنفس الوقت رح يكون في عنا رحلة تزلج إلى سويسرا تقديم الدناتا. طبعا اللي عم يجذب المتسوقين خلال هالفترة خلال المهرجان هي الخصومات، لأن الخصومات بالمراكز التجارية وعنا بميركاتو وتاون سنتر جميرة عم تبلش من 25% ل 75% رح تكون طيلة فترة المهرجان. زي ما ذكرت هناك يعني مهرجان دبي للتسوق أصبح وجهة ترفيهية للعائلات أيضا. هناك العديد من الفعاليات التي تقام بهذه أو في هذه الفترة من السنة. نتكلم عن هذه الفعاليات، نتكلم إذا كان هناك نشاطات ستقيمونها من خلال مهرجان دبي. أكيد هلأ اللي بيميز مهرجان دبي للتسوق هو الفعاليات الترفيهية والعروض اللي بتستقطب الأطفال والعائلة معا. فبلشنا هلأ رح يكون في عنا كل يوم ابتداء من الساعة 4 الظهر
شهر يوميا في عنا عروض ترفيهية، في عنا عروض مسرحية على المسرح على مسرح ميركاتو، في عنا العرض الأول هو عرض خدعة عقلية رح يقوم فيه ساحر آرون مشهور كتير، رح يقدم خدعة بصرية وعروض مميزة رح تدهش الحضور. بنفس الوقت رح يكون في عنا عرض السجادة الحمراء، رح يكون في هون ليدي بفستان أحمر رح تستقبل المتسوقين وتخبرهم عن العروض والفعاليات والجوائز اللي رح يعطيها ميركاتو للمتسوقين. بالإضافة للعروض الموسيقية عنا في عزف ثلاثي لثلاث سيدات رح يكون على المسرح على الكمان وآلة الكمان وتشيلو، رح يكون عرض موسيقي مستوحى من أجواء مدينة فينيسيا بإيطاليا طبعا، ورح ينتشر رح تنتشر بكل أجواء المول الإيقاع الموسيقي الحلو. بالإضافة رح يكون هلأ المتسوقين رح يجوا يتسوقوا بميركاتو بيقدروا يتسوقوا ويتركوا الأطفال بورش عمل فنية، رح يكون الأطفال على موعد مع جلسات إبداع، رح يعملوا تذكارات ويأخذوها لهم كهدية خلال المهرجان. مهرجان دبي للتسوق طبعا هناك حوالي 3500 متجر مشارك في هذا المهرجان يعني موجود في أنحاء إمارة دبي، كيف بتشوفي تفاعل المتاجر مع هذا المهرجان وأيضا تفاعل الزوار للمتاجر بعد ما يشوفوا يتعرفوا على التخفيضات الموجودة؟ هلا المتاجر عندنا بميركاتو لاحظنا امبارحه من اول ما بلش المهرجان لاحظنا اقبال كثير كبير من المتسوقين، فالعالم المتسوقين عم بيحبوا الخصومات وبتكون بالنسبه لهم حافز ليتسوقوا بشكل اكبر، لانه باخر اليوم انت وقت عم تتسوق كمان في عندك فرصه تربح جوائز قيمه. هلا اكيد هذا الشيء عم بينعكس على المتاجر والمراكز التجاريه لانه عم بتزيد نسبه المبيعات بالمراكز التجاريه والمتاجر كمان، وعم بتزيد نسبة المتسوقين بالمتاجر والمولات أكيد، لأن دبي هي أحد وجهات التسوق العالمية ومن زمن ولهلأ كمان عم تكمل هالمسيرة. طيب دبي بالفعل هي وجهة ويعني أصبحت مركز تجاري كبير عالمي كبير، كيف تنعكس على عدد الزوار القادمين مثل هذه الفعاليات سواء مهرجان دبي للتسوق أو العديد من الفعاليات اللي تقام في إمارة دبي على زيادة نسبة السياح وأيضا زيادة الحركة التجارية في الإمارة؟ هلا أكيد بلشنا نشوف نسبة كبيرة من الأوروبيين سياح أكيد، وعم بيكون في عنا نسبة كبيرة كمان من دول الخليج العربي، فلاحظنا مع بداية المهرجان ازدياد بنسبة المتسوقين تقريبا حتى 10% لاحظنا امبارحة، فبعتقد خلال هالفترة رح تكون نسبة الوافدين أو السياح أكبر وأعلى لأنه رح يستفيدوا من الخصومات الموجودة بدبي ورح يستمتعوا بالفعاليات الترفيهية والجوائز القيمة رح تقدمها المراكز التجارية، وخصوصي عنا ميركاتو كمركز تسوق رح نقدم ثلاث جوائز كبيرة للمتسوقين، فأكيد هي فرصة لأي شخص عم بيتابعنا يجي يتسوق بالمول مبلغ 200 درهم ويعبي الرف الكوبون ويحظى بفرصة ربح السيارة الموجودة هون أو حتى ميك أوفر لأبارتمنت للبيت، وأكيد بنتمنى حظ موفق للجميع. شكرا لك سيدة نسرين على هذا اللقاء وعلى هذه المعلومات، بالتأكيد يعني كما ذكرت السيدة نسرين هناك العديد من الجوائز أيضا التي تصاحب مهرجان دبي للتسوق إضافة إلى العروض الترفيهية العائلية وأيضا التخفيضات الموجودة في مراكز التسوق. نعم. لكم الكلمة زملائي. نعم عبد الله. نعم شكرا لك عبد الله، ودائما يعني في مثل هذه المهرجانات بيبقى بيفضل دائما انه نروح في الاول في بداية المهرجان نصحى بدري وننزل بدري عشان التخفيضات الحلوة اللي بتبقى 90% و75% يعني ايه اللي بيبقى سبق هياكل النبأ يعني عشان ما حدش يقعد للاخر. نشكرك عبد الله الزعبي من دبي، شكرا طبعا، ولضيفتك ايضا. شكرا جزيلا عبد الله.